مفيش. هل الافريقي تاني وتالت ورابع اتحرم من ضرب الجزاء؟ اه الافريقي اتحرم من ضرب الجزاء. هل فريق الملعب التونسي قدم حاجه هجوميه؟ لا، فريق الملعب التونسي كان صادم ان هو كان بيدافع بس. مباراه سيئه، مباراه اسوأ مما يمكن، يعني هي مباراه سيئه قوي، اسوأ مباراه ممكن تتفرج عليها المباراه اللي تعادل سلبي ومفيش ولا فرصه، يعني من هنا مفيش فرص ومن هنا مفيش فرص، الموضوع مأساوي قوي. اعتقد كده كله بيلعب لمصلحه الترجي. لا هو كله بيلعب لمصلحه الترجي، يعني هو كده كله بيلعب لمصلحه الترجي، كله كده بيلعب لمصلحه الترجي. الموضوع صعب دلوقتي ان حد يلحق الترجي، اعتقد الموضوع صعب جدا ان حد يلحق الترجي بالمستوى ده. اعتقد الترجي خلص الدوري، يعني بالمستوى ده اعتقد الترجي خلص الدوري، مبروك عليه الدوري. بالنسبه لمباراه النهارده، منذ الاجبار محتاج يتسال اسئله كتيره. ايه الاضافه اللي انت قدمتها بعد التوقف الطويل ده؟ يعني انت بعد التوقف الطويل ايه الاضافه اللي قدمتها للفريق؟ مفيش اي اضافه. طيب يبقى هنا في مشكله. لما العب ماتشات ما اوصلش فيها للمرمى بتاع المنافس يبقى المشكله عند المدرب. لما العب في ماتش ما اقدرش ان انا اخلق فيه فرص يبقى المشكله عند المدرب. لما العب في ماتش في قناعات فنيه غبيه بناء عليها انا مش قادر اخلق فرص يبقى المشكله عند المدرب. مش هنحور على بعض. تمام، في مشكله بعد الغيابات اللي حصلت عندك وفي جوده قليله نوعا ما مش قادر ان هي تشيل الفريق بعد الاصابات وبعد الانتدابات اللي كانت نوعا ما اضافه قويه. متفق معاك، متفق معاك جدا، يعني متفق معاك جدا. ماشي، بص يا معلم، الماتش انتهى وضربه الجزاء ما اتحسبتش. خليك صريح مع نفسك وقول انها ضربه جزاء، اصل انت مش هتخسر حاجه ولا جمهورك لما هو يعني هيكفرك ويقول لك ما تشجعش النادي بتاعنا. كرة ضربة جزاء، قول انها ضربة جزاء، ايه المشكلة؟ حد الحكم هيجي من بيتهم ويحسب ضربة جزاء؟ يعني ماشي، انت راجل ما بتشجعش الافريقي، بس الكرة ضربة جزاء، انت راجل هتيجي من بيتكم تقول لا والله الكرة لو انا قلت ضربة